السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل، وين اهتز الشارع الرياضي المغربي على واقع فضيحة مدوية جديدة بعد اعتقال رئيس النادي الوداد الرياضي المغربي سعيد نصيري بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، وبطلها رئيس نادي الوداد. فضيحة جديدة وتهز يعني كرة القدم المغربية. إيه على بالك بلي هذه الأمور هذه وين من أجل يعني شو كيفاش احنا شاهدنا في هذه الأمور يعني في دول يريدون محاربة الرشوة، محاربة يعني ناس تبييض أموال وكلش. عندنا في 2006 حتى جوفنتوس وين كانت عاطية لاعبين للمنتخب الإيطالي وجابوا كوب دي موند، لكن يعني القانون فوق الجميع وإسقاط جوفنتوس للقسم الثاني. كاش هذول الناس بارنام طابي عام بارنام طابي تاع مارسيل راه ديم الفوتبول، راه ديم الفوتبول، جاب كوب دوروب أول كأس أوروبية دخلها الأندية تاع الأندية دخلها لفرنسا، بعدها يعني معاقبة سقوط ودخول للسجن، بارنام طابي دخول للسجن وراديين من كرة القدم الفرنسية. عداء كندي، عداء كان كاين بزاف سوال، عداء كندي يعني وين بعد ما ثبوته بتناول المنشطات يعني منشطات وين قلعوا له كل الألقاب ومنعوا يعني من أعلى سلطة والوزارة الرياضة في كندا منعوا ذكر اسمه مدى التاريخ، مدى التاريخ قال لك في طوع الأجيال اللي جاية ما يسمعوش بهذه لافات، في طوع ما ياكلوش المنشطات. اختو بلدان اللي يخدموا، ناس اللي يخدموا اللي يحاربوا هذا الصوالح. حتى هذا رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي وين ما شقوش عليه خويا، تخدم غادي تفوت، تحط في التحقيقات غادي تفوت، ما كاش خير. هو جايب زوج كؤوس يعني في العهده تاعو، زوج كؤوس افريقيه للنادي، لكن القانون فوق الجميع، القانون فوق الجميع. هذه هي الناس اللي تخدم خويا، ناس بيتحارب الفساد، عوال الفساد اي يضرب. شعلنا تاع تونس رئيس اتحادية تاع تونس مشي قال لك اودي رئيس اتحادية دخلوه للحبس، راهم يخربوا اللونترينر، راهم شي باغي اللونترينر يدي كاس افريقيا ولا من لا ما كاش عندك قضيه. فوتشو روح الحمام، روح نقلعوا لك الحرابش، روح تنقلع يقلعوا لك الحرابش. هذه هي اخويا، تغلط تدخل الحمام يقلعوا لك الحرابش، ماشي دايرين يعني بقرة حالو بالدافع على الفاسدين. حنا عندنا اللي كاين بقرة حالو دايرينها تدافع على الفاسدين، تشوف انت يا مسيلمة الكذاب حلوف يعني دافع على الفاسدين من اجل ماذا؟ من اجل تلقي يعني مسيرفات برك. هذا مكان بصح تشوف هيا لتونس والو مكاش، عراي المغرب مكاش، رؤساء انديه وكانوا اعضاء يعني كانوا اعضاء وكلش والو مكاش. ناجح ولا ماشي ناجح ما على باليش بيك، بدراهمك ماشي بدراهمك ما على باليش بيك، تفوت الحمام يقولوا لك الحرابش. عليا وين اهتز الشارع الرياضي المغربي على واقع فضيحه مدويه جديده بعد اعتقال رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي السعيد نصيري بتهم تتعلق بتجاره المخدرات. وافادت وسائل الاعلام المغربيه انه بعد جلسه دامت لساعات قرر القاضي التحقيق بالمحكمة الاستئناف بدار البيضاء يوم الجمعة إيداع رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد نصيري السجن عكاشة. وتم تقديم سعيد نصيري أمس الخميس أمام وكيل العام بالمحكمة الاستئناف بدار البيضاء في قضية بارون مخدرات المالي المعروف بلقب إسكوبار الصحراء. ووفق مصادر ذاتها مثل أمام النائب وكيل العام 25 شخص
ضمنهم البرلماني المغربي السابق بالقاسم ميرا عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رجل أعمال يعني مصمم أزياء ومسير شركة وتاجر موثوق وعناصر أمنية منتميين إلى السلك الوظيفة العمومية، حيث امتلك استماع يعني امتد الاستماع أمس الخميس إلى غاية 9:30 ليلا. لائحة الاتهامات بالفساد المالي تودع أنصيري وبعي يعني بالسجن عكاشة، الفساد، المخدرات، إسكوبار الصحراء، اعتقال سعيد أنصيري، عبد النبي بعيو كذلك، وعبد النبي بعيو. وتفجرت الفضيحة بعد اتهام التاجر المخدرات الدولي المشهور بإسكوبار الصحراء المعتقل في سجن الجديد قبل نقله إلى سجن عكاشة مجموعة من شخصيات ضمنهم سعيد أنصيري وعبد النبي بعيو باستيلائهم على ممتلكاته العقارية. ويواجه رئيس نادي الوداد الرياضي تهديد بمواجهة عقوبة السجن، ما قد يدخل الفريق الأحمر في مشاكل أخرى على مستوى الاستقرار. واعتراف رئيس نادي الوداد سعيد أنصيري قبل أيام أنه لم يعد مركز على فريقه منذ تورطه في هذا الملف الثقيل في فضيحة غير مسبوقة في تاريخ نادي الوداد المغربي. يا خويا إلا دار الحرابس عادية، إلا دار الحرابس كاش ناس ما تقارعش الله. ماشي سهلة أولو هذه، وين تعجبك تاسي تخدم كاش هذه ودي دارو هالو بديروا بهم كيما وعد اليابات. ولينا هنا نهضروا على رئيس السابق، رئيس اتحادية السابق تاع 2017 اللي جا، ولا هضروا يعني فاز هاد بلا راهم يخربوا لونترينار، راهم يهضروا على لونترينار باش يضربوا لونترينار، راهم يهضروا على البريزيدون باش يضربوا لونترينار. هذا مكاش راه تاع عصر تاع تونس، يعني ما قالك بلي راهم يخربوا المنتخب، ما قالك بلي لونترينار، ما قالك عدم الاستقرار، ما قالك من، ما قال لونترينار ما مدخل روحو، عبد القادر جلال هذاك ما مدخل روحو ما والو، خدمتو دار القائمة تاعو، ما قال راهم يخربوا لي، ما قال الاستقرار، ما قال لو جروب، ما قال من، ما قال ملي خدام تك تك تك، ما قال بلي الرئيس اتحادية اللي راه في السجن خدام ولازم كاع ندعموه، ما قال والو، ما قال بلي عنده اكاديمية، ما قال افضل، ما قال من، ما قال يعني خويا الا عند الهيشر برك اللي تسمع الهضرة وماما افريكا هذا اللي تسمع عنده بالهضرة هذه. 1855 مليار ناس كلاتها من 2017 2021، وخلاو 555 مليار كريدي ناس سالة كلاو 1855 مليار كلاو هذه، وزادوا خلاو الكريدي ناس سالة 555 مليار سالها الناس فعلي. واه خويا واه تو فا بيان، ويديرك كي تهدر يديرك تاع عدو هو صالح، حتشوف خولو بقرا برا هذه هي همشي كيف وبداو بقرا برا. ايوا تي شكون اللي تلقى عليكم يهدر لي انا يقول لك منا يا ولدي خليهم الله يسهل عليهم هما، دار انت تهدر شكاي ماشي تجي تهدر لي على المغرب عندهم المغرب مخدرات، يا ودي دار انت، يا دار انت اش عندك هذه هي. ما تنساوش
عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاطيكم.